في شهر أغسطس من عام 1990 وصل إلى الشرطة بلاغ يفيد باختفاء الطالبة كريستينا باول التي كانت تمضي ليلتها في منزل صديقتها وزميلتها في الدراسة سونيا لارسون. وقد أشار والد كريستينا أنهما مر بمنزل سونيا ولاحظ أن سيارة ابنتهما كانت لا تزال متوقفة في الخارج، وعلى الرغم من ذلك فلم تجب أي من الفتاتين على طرقات الباب المستمرة من قبل الوالدين. عندما وصلت وحدات الشرطة إلى منزل سونيا لارسون، كان والد كريستينا لا يزالان يقفان خارج المنزل، وعلى وجهيهما تبدو علامات الترقب والانتظار. في البداية حاول رجال الشرطة بدورهم طرق الباب على الفتاتين، لكن دون جدوى، الأمر الذي دعاهم في النهاية لاقتحام المنزل من خلال إحدى النوافذ. وفور أن قام رجال الشرطة بتحطيم النافذة للدلوف من خلالها، لاحظوا انبعاث رائحة كريهة للغاية من داخل المنزل، مما يوحي بأن الأسوأ قد وقع بالفعل. دخل رجال الشرطة بحذر إلى منزل سونيا، وسرعان ما عثروا على جثة الشابة كريستينا في غرفة المعيشة، بينما كانت جثة صديقتها سونيا ترقد على السرير في غرفة النوم الرئيسية. وقد كان من الواضح من خلال النظرة المبدئية على جثتي الضحيتين أن الطالبتين الشابتين قد تعرضتا لاعتداء جنسي سادي ووحشي قبل أن تلقيا حتفهما عن طريق تلقيهما لعدة طعنات في مناطق متفرقة من أجسادهما. بالإضافة إلى ذلك قام الجانب بتشويه جثتي الضحيتين بشكل سكيوباتي، كما أنه ترك الجثتين في وضعيتين جنسيتين شاذتين، مما أوحى للمحققين أنهم كانوا يتعاملون مع مجرم سكيوباتي لن يتروع عن ارتكاب جرائم أخرى لإشباع غريزته الجنسية الشاذة. وقد كان المحققون محقون في شكوكهم، حيث إن كريستينا وسونيا لم تكونا سوى جزء صغير من سلسلة طويلة من الضحايا الذين فتك بهم الجندي الأمريكي السابق داني رولينج المعروف باسم سفاح جينزفيل. يعد داني رولينج واحدا من أخطر وأشهر السفاحين في التاريخ الجنائي الأمريكي بشكل عام، لدرجة أن قصته ألهمت صناع السينما الأمريكيين، واستوحى كاتب فيلم الرعب الشهير سكريم الكثير من التفاصيل من قصة سفاح جينزفيل. ولذلك فقد خصصنا هذه الحلقة الخاصة من قناة دهاليز لسرد قصة هذا السفاح الفريد من نوعه بالكامل. فإذا كنتم مهتمون بمعرفة تفاصيل القصة المشوقة، تابعوا معنا هذا الفيديو المقدم من قناة دهاليز، حيث يكشف النقاب دائما عن أعقد الجرائم والألغاز. ولد داني هارولد رولينج في 26 من شهر مايو لعام 1954 في مدينة شريفبورت بولاية لويزيانا الأمريكية. وقد نشأ في أجواء تتسم بالعنف وعدم الاستقرار النفسي والأسري، حيث كان والده جيمس رولينج شخصاً مضطرباً نفسياً لأبعد الحدود، وكان هذا الاضطراب النفسي العميق الذي يعاني منه يترجم في أرض الواقع إلى عنف شديد يعاني منه أطفاله وزوجته وجل المقربين منه. كان جيمس رولينج أحد قدام المحاربين الذين عانوا من اضطراب ما بعد الصدمة بسبب مشاهدته لأحداث وحشية وتعرضه لمواقف واجه فيها الموت بشكل حرفي في أرض المعركة. وعلى الرغم من أن جيمس كان يخضع للعلاج النفسي منذ عودته من ساحة القتال، إلا أن حالته النفسية لم تتطور كثيرا، ومع ذلك لم تصف حالته بأنها خطيرة على المجتمع أو المقربين منه، بل على العكس عاش جيمس حياته بشكل طبيعي والتحق بسلك الشرطة بعد انتهاء خدمته في الجيش. كان داني وأشقاؤه يعانون الأمرين من نوبات الغضب المستمرة التي كانت تتملك والدهم، والتي تترجم إلى عنف جسدي وإساءات لفظية لاذعة، مما ولد في نفس داني خوفاً مرضياً مزمناً، ومما لا شك فيه أن ذلك أثر على نفسيته بشكل عميق. للهروب من الألم النفسي والجسدي الذي كان يتعرض له بشكل مستمر على يد والده، خلق الصبي الصغير بعض الشخصيات الخيالية التي كان يتحدث إليها بمفرده ويشكو لها حاله. وعندما لاحظت أسرته تلك التصرفات، أخضعوا داني للفحص على يد بعض الخبراء النفسيين الذين أكدوا أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية جمة. تم تشخيص داني بالاضطراب المعادي للمجتمع واضطرابات الشخصية الحدية،
كما لاحظ الأطباء النفسيون أن داني أظهر علامات توحي بأنه كان مثلي الجنس، وأنه تستهويه رغبات شاذة كالتلصص. وعلى الرغم من هذا التشخيص المثير للقلق، لم تعير أسرة داني اهتماما كبيرا لمتابعة حالته النفسية. وبدلا من أن يخضع داني للعلاج الذي كان يحتاجه، زادت اضطراباته النفسية حدة، وبدأ يلجأ للموسيقى ومعاقرة الكحول وتعاطي الممنوعات للهروب من واقعه الكئيب. زاد هذا النهج الذي انتهجه داني من خلافاته مع والده، وفي كل مرة كان يعود فيها داني إلى المنزل مخمورا أو منتشيا بالممنوعات، كان الشجار يندلع بينه وبين والده. وقد بلغت حدة تلك الشجارات أن داني فكر في إنهاء حياته على إثر تلك المواجهات. بعد أن سئم داني من الجدال والشجار مع والده، قرر مغادرة المنزل والتخلي عن المدرسة، وانضم إلى صفوف الجيش الأمريكي، وتحديداً إلى القوات الجوية الأمريكية. لكن خدمته في الجيش لم تستمر طويلاً، وسرعان ما تم طرده بعد أن أبدى تصرفات تنم عن اضطراباته النفسية الجامة، فضلاً عن تمرده الذي لم يتسق مع الحياة العسكرية التي ذكرته كثيراً بالحياة التي عاشها مع والده. بعد تسريحه من الخدمة العسكرية، لم يكن أمام داني خيار سوى العودة إلى كنف أسرته، لكنه فضل ألا يعود للعيش مع والده مجددا. وبدلا من ذلك انتقل داني ليعيش في منزل جده الذي ساعده على بدء مرحلة جديدة من حياته. كان جد داني شخصا متدينا، وقد شجع حفيده للذهاب للكنيسة بشكل مستمر في أيام الأحد وفي كافة المناسبات الدينية، مما جعل داني لأول مرة في حياته أكثر قربا من الدين ومن الحياة الروحانية. وقد بدأ داني بالفعل يشعر أنه تخطى كل اضطراباته النفسية التي نغصت عليه حياته بعد أن انتهج هذا النهج الروحاني في حياته، لدرجة أنه وقع في غرام فتاة شابة تدعى أماثر هالكو. في تلك المرحلة من حياته، كان داني يشعر أنه بدأ أخيراً في السير على المسار الصحيح من الحياة، حيث استطاع الشاب الحصول على وظيفة ثابتة وتزوج من الفتاة التي أحبها، وأنجب سوياً طفلة في غاية الروعة. لكن بعد إنجابه لطفلته، بدأت اضطرابات داني النفسية في الظهور على السطح من جديد. دون أن يشعر، بدأ داني يمارس على ابنته نفس الممارسات التي عانى منها طوال حياته، وكان الشاب يتحول بشكل مباغت لنسخة كربونية من والده البغيض والعنيف. والفرق الوحيد في هذه الحالة هو أن زوجة داني لم تتحمل هذه الشخصية، ولم تسمح له بأن يعامل ابنتهما الصغيرة بتلك الطريقة. وقد انتهى بها الأمر برفع دعوى قضائية ضد داني، مطالبة المحكمة بتطليقها من ذلك الشخص المجنون، ومؤكدة على حقها في الحصول على الحضانة الكاملة لابنتها، كي تتمكن من حمايتها من براثين هذا الوحش السادي المضطرب. كان داني يبلغ من العمر 20 عاما فقط عندما تم الطلاق بينه وبين زوجته، وقد رأى الشاب حياته المثالية تنهار أمام عينيه، مما ساهم في تدهور صحته العقلية والنفسية بشكل كبير. وفي تلك المرحلة من حياته، بدأ داني مسيرته الإجرامية. ارتكب داني عدة جرائم سرقة صغيرة، ثم تحول بعد ذلك لارتكاب عمليات سطو مسلح، وقد تم إلقاء القبض عليه خلال تنفيذ إحدى تلك الجرائم، مما أدى لدخوله السجن لعدة مرات. بعد الإفراج عنه، ارتكب بعض الجرائم الجنسية، حيث تم إلقاء القبض عليه بتهمة استراق النظر والتلصص على بعض النساء، بينما اتهمته امرأة تشبه زوجته السابقة بالاعتداء عليها جنسيا، لكن هذه التهمة تم إسقاطها لاحقا لعدم كفاية الأدلة. خلال فترة الثمانينيات، عاد داني لارتكاب جرائم السرقة من جديد، وتم إلقاء القبض عليه مرة أخرى، وحكم عليه بالسجن لعدة سنوات. عندما خرج من السجن في شهر نوفمبر من عام 1989، قرر داني التطوير من نشاطه الإجرامي. لم تعد السرقة فقط كافية لإشباع رغباته الإجرامية. بعد خروجه من السجن بفترة قصيرة، أغار على منزل في مدينة شريفبورت، وأطلق النار على أفراد الأسرة التي تسكن في المنزل أثناء تناولهم الطعام على طاولة العشاء، قبل أن يقوم بنهب المنزل وسرقته بالكامل، تاركاً خلفه جثث كل من مالك المنزل وابنته وحفيده. بعد ارتكابه لتلك المذبحة بعدة أيام فقط،
قرر داني الفرار من المدينة قبل أن يتمكن محقق الشرطة من فك طلاسيم لغز الجريمة وإلقاء القبض عليه، لكن داني لم يغادر مسقط رأسه دون أن ينتقم من الشخص الذي تسبب في كل تلك الأزمات التي عانى منها طوال حياته، وهو والده جيمس. استطاع داني مباغتة والده وإصابته برصاصتين، إحداهما في رأسه والأخرى في صدره، قبل أن يغادر المكان مسرعا ظنا منه أنه قد أنهى حياته بالفعل. لكن الحقيقة أن جيمس نجا من هذا الهجوم بأعجوبة، وعلى الرغم من أنه فقد إحدى عينيه وأصيب بالصمم في إحدى أذنيه، فقد استطاع الأطباء إنقاذ حياته. بعد إطلاق النار على والده، توجه وغادر داني المدينة والولاية بأسرها على وجه السرعة. وقد توجه الشاب إلى مدينة جينزفيل بولاية فلوريدا، وهو المكان الذي سيشهد سلسلة الجرائم السادية التي سيقدم داني على ارتكابها على مدار الفترة المقبلة. عندما وصل داني إلى مدينة جينزفيل في شهر أغسطس من عام 1990، لم يكن الشاب في هذا المكان الجديد يملك أي خطة للاستقرار في المدينة، لدرجة أنه اضطر في النهاية للتخييم في منطقة خلف جامعة فلوريدا مباشرة، وعلى مقربة من منزل أحد ضحاياه الأوائل، بعدما عجز عن توفير سكن لنفسه. في وقت مبكر من صباح 24 من شهر أغسطس، تسلل داني إلى شقة كريستينا باول وسونيا لارسون، وكلاهما طالبتان تبلغان من العمر 18 عاماً، وكانتا تغطان في نوم عميق عندما دلف داني إلى داخل الشقة، وهاجمهما بشكل مميت. دخل داني إلى غرفة النوم حيث كانت سونيا تستلقي على السرير، وسرعان ما قام داني بتكميم فمها بشريط لاصق ليكتم صرخاتها، خصوصا أنه كان ينوي الاعتداء على زميلتها بعد الانتهاء منها. وبعد أن أحكم داني وثاق ضحيته بشكل جيد، شرع في الاعتداء عليها جنسيا بشكل عنيف وسادي للغاية. بعد أن انتهى من الاعتداء عليها، استل سكينا حادة وبدأ يكيل الطعنات لها واحدة تلو الأخرى. وعلى الرغم من أن سونيا حاولت الدفاع عن نفسها بضراوة، فقد كان داني يفوقها قوة بشكل كبير، وسرعان ما استطاع الإجهاز عليها بالكامل وإنهاء حياتها، ليتفرغ لاحقا لصديقتها كريستينا التي كانت ترقد على الأريكة في غرفة المعيشة. على الرغم من كل تلك الأحداث التي جرت في غرفة النوم، كانت كريستينا لا تزال تغط في نوم عميق، غير مدركة للجريمة البشعة التي ارتكبها داني للتو بحق صديقتها المقربة. وتماما كما فعل مع سونيا، بدأ داني اعتداءه على كريستينا بتكميم فمها وتقييد يديها وقدميها بشكل محكم، قبل أن يشرع في الاعتداء عليها جنسيا هي الأخرى. وفي النهاية انهال عليها داني بخمس طعنات نافذة في مناطق مختلفة من جسدها، مما أدى إلى وفاتها على الفور. وقبل مغادرته للمنزل، ترك داني جثتي ضحيته في أوضاع جنسية شاذة واستفزازية. كان محقق قسم جرائم القتل في مركز شرطة فلوريدا لا يزالون منغمسون في التحقيق في جريمة القتل المزدوج التي تعرضت لها الطالبتان الشابتان، عندما ضرب داني من جديد وأجهز على ضحية جديدة بعد يوم واحد فقط من عثور الشرطة على جثتي كريستينا وسونيا. هذه المرة اقتحم داني منزل الطالبة البالغة من العمر 18 عاما كريستا هويت، بعد أن قام بتحطيم باب منزلها الزجاجي بواسطة مفك براغيه. عندما دلف داني إلى داخل المنزل، تفاجأ بأن كريستا لم تكن قد عادت بعد، لكنه لم ييأس واختبأ في أحد أركان المنزل ينتظر الفتاة اليافعة حتى تعود من الخارج، وهو في حالة من التحفيز الشديد. في حوالي الساعة 11 صباحا، سمع داني صوت كريستا وهي تفتح الباب، وفور دلوف الفتاة الشابة إلى شقتها، خرج داني من المكان الذي كان يختبئ فيه بشكل مفاجئ ليباغت الضحية ويقوم بخنقها بعنف من الخلف حتى فقدت الوعي. بعد أن استطاع داني السيطرة على الموقف بشكل كامل، قام بتقييد يدي ضحيته وتكميم فمها، ثم قام بتجريدها من ملابسها والاعتداء عليها جنسيا بينما كانت الفتاة لا تزال على قيد الحياة. بعد أن انتهى منها، أسقطها على وجهها وشرع في طعنها بشكل بالغ الوحشية. هذه المرة كانت الجريمة أكثر بشاعة مما كان عليه الأمر سابقا، حيث بالغ داني بالتمثيل بجثة الضحية وتشويهها، لدرجة أنه فصل رأس كريستا عن جسدها وقطع ثدييها قبل أن يغادر المنزل.
ترك داني رأس الضحية وثدييها على أحد الأرفف البارزة في المنزل، فيما قام بوضع ما تبقى من الجثة في وضع جنسي، كما لو كانت الضحية تلتقط صورة إباحية كتلك التي تظهر على أغلفة المجلات التي كان داني مدمنا على مطالعتها. لليوم الثاني على التوالي، عثرت السلطات على مشهد مخيف مشابه لذلك الذي عثر عليه في منزل كريستينا وسونيا، الأمر الذي أكد شكوكهم بأنهم كانوا يتعاملون مع سفاح سكيوباتي خطير للغاية، خصوصا بعدما بدأوا بجمع بعض المعلومات التي كانت تؤكد ارتباط الجريمتين ببعضهما البعض. فعلى سبيل المثال، أوضح الشهود من جيران الضحايا في الحالتين أنهم سمعوا صوت موسيقى صاخبة في وقت وقوع الجريمة، بالإضافة إلى أن الجريمتين كانتا توحيان بوجود دافع جنسي خلفهما، وهو ما كان واضحا من خلال الأوضاع الجنسية التي تركها السفاح على ضحاياه. كما لاحظ المحققون في هذا الصدد أن الجاني سرق بعض الملابس الداخلية النسائية الخاصة بضحاياه قبل مغادرته لمسرح الجريمة في كلتا الحالتين. الأهم من كل ذلك هو تقرير المعمل الجنائي الذي أكد أن الضحايا الثلاثة قد لقين حتفهن بالسكين ذاتها، وقد أفضى تحليل عميق وزوايا الطعنات التي أصيبت بها الضحايا أنه من المرجح أن يكون الشخص ذاته هو المسؤول عن كل تلك الجرائم المذكورة. سرعان ما بدأت أخبار السفاح تتسرب للصحافة ووسائل الإعلام المختلفة، وكان من الواضح من خلال تلك الأخبار أن السفاح يستهدف الطالبات الشابات بشكل واضح، وهو ما نشر حالة من الذعر في حرم جامعة فلوريدا، وبدأ الطلاب في أخذ بعض الإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم من الوقوع في براثين ذلك السفاح السادي، حيث فضل الطلاب الذين يعيشون بمفردهم هجر شقاقهم وغرفهم، وبدأوا ينامون ضمن مجموعات كبيرة، فيما فضل الكثير من الطلاب ترك الجامعة بأسرها والانتقال لإتمام دراساتهم في جامعات أخرى في أنحاء البلاد. في 27 من شهر أغسطس من العام ذاته، فتك داني بضحية جديدة، وهي الأم الشابة تريسي بولز، والتي لاقت المصير ذاته الذي لقاه الضحايا السابقون، وفي النهاية ترك داني الجثة في وضعية جنسية كعادته. مع ازدياد عدد الضحايا في فترة زمنية قصيرة، بدأت القضية تحظى بزخم إعلامي أكبر، الأمر الذي زاد من حدة الضغوط المفروضة على المحققين العاملين على القضية ليتصرفوا بشكل عشوائي ويقوموا باعتقال طالب يدعى إدوارد لويس هومفري، بعد أن تم اتهامه من قبل عدد من زميلاته بأنه كان يقوم ببعض السلوكات والممارسات الشاذة كالتلصص عليهن أثناء ممارستهن الرياضة. بعد إلقاء القبض عليه، اكتشف المحققون أن إدوارد كان يمتلك تاريخاً طويلاً مليئاً بالمعاناة من الأمراض العقلية والاضطرابات النفسية المختلفة، كما أن عدداً من زملائه الشباب شهدوا بأنه كان يتمتع بشخصية تميل للعنف، وقد تم بالفعل تسجيل عدد من الشكاوى ضده من قبل زملائه في السكن. كانت تلك الأدلة الظرفية تشير إلى أن إدوارد كان المشتبه به المثالي في الجرائم الوحشية التي وقعت في الفترة الأخيرة في المدينة، لكن إدوارد أنكر كل التهم المنسوبة إليه، وعلى الرغم من أن المحققين حاولوا الضغط عليه بكل السبل والوسائل الممكنة، فقد استمر إدوارد على إصراره بالإنكار. لم يأبه المحققون لرفض إدوارد للتعاون معهم، وقرروا المضي قدما في إجراءات اتهامه بشكل رسمي، وقد كان الطالب قاب قوسين أو أدنى من المثول أمام المحكمة بالفعل، لكن الأقدار تدخلت في الوقت المناسب، واستطاع المحققون الإيقاع بداني عن طريق الصدفة البحتة، وذلك قبل فترة قصيرة فقط من بدء محاكمة إدوارد. في 7 من شهر سبتمبر تم إلقاء القبض على داني رولينغ أثناء محاولته للسطو على أحد المحلات التجارية، وعندما اصطحب المحققون داني إلى مركز الشرطة لإخضاعه للاستجواب، اكتشفوا أن ذلك الشاب كان مطلوبا لسلطات إنفاذ القانون في ولاية لويزيانا، حيث إنه كان المشتبه به الرئيسي في محاولة إنهاء حياة والده. سرعان ما التقط المحققون هذا الخيط، وبدأوا في إجراء تحريات موسعة وشاملة حول داني، وعلموا من خلال تلك التحريات أن داني كان يعاني من اضطرابات نفسية جمة، وهو ما جعلهم يشككون في صلته بالجرائم التي وقعت في المدينة الآونة الأخيرة، خصوصا بعدما اتضح لهم أن الجرائم بدأت في الحدوث تزامنا مع فرار داني من لويزيانا وقدومه إلى فلوريدا.
قام المحققون بمقارنة الحمض النووي الخاص بداني مع بعض عينات الحيوانات المنوية التي تم العثور عليها على أجساد بعض الضحايا. وعندما تطابقت العينتان أدرك المحققون أخيرا أنهم استطاعوا الإيقاع بالسفاح السكيوباتي الذي عاث في شوارع المدينة فسادا في الآونة الأخيرة. فتش المحققون مقر سكن داني، والذي كان عبارة عن خيمة متواضعة نصبها الشاب بالقرب من حرم جامعة فلوريدا. هناك عثروا على المزيد من الأدلة المادية التي تدين داني بشكل مباشر، حيث تم العثور على بعض الملابس الداخلية التي تعود للضحايا، كما عثروا على بعض الملابس الملطخة بالدماء. وقد أثبت المعمل الجنائي لاحقاً أن عينات الدم التي تم العثور عليها كانت تعود لبعض ضحايا داني. والأهم من كل ذلك أن المحققين عثروا على عدد من شرائط الكاسيت تحتوي على تسجيلات بصوت داني شرح من خلالها الشاب تفاصيل كافة جرائمه الوحشية. بعد العثور على هذا الكم الهائل من الأدلة، تم توجيه التهم إلى داني بشكل رسمي في شهر نوفمبر من عام 1991. في بداية الأمر أنكر داني كل التهم الموجهة إليه، وعلى الرغم من انعدام منطقية ذلك الطرح مع توفر كل هذه الأدلة، فقد التزم داني بهذه الرواية لمدة 3 سنوات تقريبا، الأمر الذي جعل إجراءات محاكمته تطول أكثر مما كان متوقعا. في نهاية الأمر قبل داني الإقرار بذنبه في كل الجرائم المنسوبة إليه، وشرح بالتفصيل كل تلك الجرائم، لكنه ألقى باللوم على تلك الأفعال على جزء شيطاني من شخصيته، مشيرا إلى أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية جمة منذ أن كان لا يزال طفلا صغيرا. على إثر ذلك قررت المحكمة إحالة داني للجنة الطبية النفسية لتحديد ما إذا كان مسؤولا عن أفعاله الوحشية أم لا. وقد خلصت اللجنة إلى أن داني بالفعل كان يعاني من عدة اضطرابات نفسية قد تؤدي إلى خلق عدة شخصيات وهمية بداخله، لكن اللجنة أكدت في الوقت ذاته أن داني كان يتمتع بكافة قواه العقلية عندما ارتكب تلك الجرائم، وأنه كان يستطيع التمييز بشكل واضح بين الخير والشر. وقد مضى داني في تنفيذ جرائمه الوحشية على الرغم من أنه كان يدرك جيدا أن تلك الجرائم كانت عبارة عن شر محض. خلال المحاكمة التي عقدت في مقاطعة ألاتشوا بعد ما يقارب 4 سنوات من وقوع الجرائم، شاهد المحلفون صورا لمسارح الجريمة المختلفة، ورأوا بأم أعينهم التشوه الذي خلفه داني على جثث ضحاياه، كما استمعوا إلى عشرات الإفادات من الشهود ومن الجهات المسؤولة عن التحقيق، وبالطبع من السجين نفسه. ونظرا لبشاعة التفاصيل التي اطلعوا عليها، فلم يتردد أعضاء هيئة المحلفين بالإجماع في إدانة داني ب5 تهم بالقتل العمدي من الدرجة الأولى، إضافة إلى عدة تهم أخرى تتعلق بالاعتداء الجنسي واقتحام منازل الضحايا وتشويه جثثهم. في شهر أبريل من عام 1994، تلقى داني حكما بالإعدام باستخدام الحقنة السامة، وتم تحديد موعد تنفيذ الحكم بحقه في 25 من أكتوبر من العام 2005. وفي الفترة التي تخللت هذين التاريخين، استطاع داني أن يكسب المزيد من الشهرة وبعض التعاطف من المتابعين، وذلك بعدما أجرى السفاح سلسلة من المقابلات الصحفية والإعلامية، والتي شرح من خلالها تفاصيل جرائمه من وجهة نظره الخاصة. تعلق داني بإحدى الصحفيات اللواتي كن يغطين قضيته عن قرب، وسرعان ما نشأت بينهم علاقة عاطفية عميقة انتهت بالزواج. وقد ساعدت هذه الصحفية داني على تصوير نفسه بصورة ضحية والده المسيء والعنيف، وذلك من خلال صنع فيلم وثائقي يسرد قصة حياة السفاح منذ نعومة أظفاره. في يوم تنفيذ حكم الإعدام بحق داني، تجمهر المئات من متابعي القضية خارج سجن ولاية ستارك الذي كان سيشهد الحدث المرتقب. وفي حوالي الساعة 6 مساء من تلك الليلة، تم حقن السفاح بينما كان يرتل بعض الترانيم الإنجيلية، لينتهي بذلك فصل آخر من قصة داني رولينغ عن عمر يناهز 52 عاما. فما رأيكم أنتم مشاهدين الكرام؟ ما رأيكم في الجرائم التي ارتكبها داني؟ وما رأيكم بالحكم الذي تلقاه؟ هل كان حكما عادلا؟ وما رأيكم أيضا في الدعم الذي تلقاه من متابعيه؟ لا تنسوا أن تخبرونا بآرائكم في التعليقات أدناه، كما لا تنسوا دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله.